هي غتكون على هذا الشكل هذا. لاحظوا معي تريو هرنانديز فينا هو قلب الدفاع، هو وقف مع ذاك اللاعب. من بعد ما تكلمنا البارح على المنتخب الاسباني، اليوم غنتكلموا على المنتخب الفرنسي اللي كيتواجد في المجموعه اللي كتصدم هولندا وكذلك النمسا وكذلك بولونيا، مع مدرب اللي شرف عليهم جوج نسخ سابقه، سنه 2016 فاش جاو في الوصافه، وكذلك سنه 2020 فاش كان الاقصاء المفاجئ ضد منتخب سويسرا. مطلب الجامعه الفرنسيه وكذلك الجماهير الفرنسيه على انهم ما غاديش يتنازلوا على النهائي، خصوصا على انهم كيعيشوا واحد الاستقرار وكذلك ما كيدوزوش واحد المرحله انتقاليه، وعندهم جميع الامكانيات والموارد باش انهم يحققوا اللقب اللي غاب عليهم منذ سنوات. فبالنسبة لديشامب يكون عنده واحد التحدي واضح، هو اللقب ولا النهائي في هذه البطولة هذه، ولكن ما كنظنش على انه حتى اذا وصل النهائي غادي يتنازل على اللقب، فغنبداو على بركة الله. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة اللي غيدخلوا بها البطولة، ثنائي المحور غيكون عن المدافع ديال ارسنال صليبة، قدامه غيكون عن كوناتي، بالنسبة للأظهرة الظاهر الأيسر واضح تيو هرنانديز، في الجهة اليمنى غيكون عن كوندي، بالنسبة لخط الوسط الدفاعي لاعب ريال مدريد تشواميني. الخبر السار هنا هو عودة نغولو كانتي إلى خط الوسط ديال الديوك، واللي كنشوفوا على انه غادي يشغل هذا المركز ديال 8 قدام البوست ديال 10 انطوان غريزمان. خط الهجوم عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، يعتمد في راس الحرب على اوليفي جيرود ولاعب ريال مدريد الجديد كيليان مبابي في الجهه اليسرى. كذلك عندهم مزيج من الاعمار، كتلاحظوا على ان في الخانه الاول عندنا اللاعب اللي ما بين السن ديال 16 عام حتى 23 عام، عندنا ثلاثه ديال اللاعبين فقط. الخانه الوسطى هي الخانه المهيمنه اللي هما اللاعبين اللي عندهم يعني السن ديال 23 سنه حتى 30 سنه، وعاد كتجي الخانه الاخرانيه اللي فيها خمسه ديال اللاعبين او سته ديال اللاعبين اعتذر، اللي كتكون فيها من اللاعبين ديال الخبره بحال مثلا غولو كانتي، اوليفي جيرود، انطوان غريزمان الى اخره. المعدلات الهجوميه ديالهم كلها مزيانه، ما كتبين حتى شي نقطه ضعف، الا انه هنا الاستحواذ كنلقاو عندهم 66%، ولكن الاستحواذ ما كيشكلش شي نقطه ضعف. راه اسبانيا شفنا عندها معدل اللي هو مرتفع بزاف، ولكن لقينا على ان ديك الاستحواذ جايه منه بزاف ديال النقط الضعف. فرنسا الاستحواذ كيتوقف عندها في 64%، منطقي بحكم التكتيكات اللي كيعتمدوا عليها، حكم انهم كيعتمدوا على اللعب الانتقالي بزاف، وهذا اللي غنشوفوه كذلك في هذا الفيديو هذا. فبالنسبه للبناء ديالهم دائما ما كنشوفوا على انه اللاعب ديال السيسه ولا اللاعب ديال خط الوسط الدفاعي كيقوم بالنزول مع قلب الدفاع، وكيوليو عندنا تما ثلاثه ديال اللاعبين، وهنا الاظهره كيقوموا بالصعود كما كنشوفوا هنايا باش الاجنحه يدخلوا الى الداخل، وهنا اللاعبين ديال خط الوسط كيعمروا المكان ديال الاظهره، ولكن ماشي جوج ديال اللاعبين ديال خط الوسط يقوموا بهذه القضيه هذه في مره واحده، بل واحد فيهم هو اللي كيقوم بهذه العمليه هذه اللي كتكون في اتجاهه الكره، لان الفكره باش انهم داروا هذه القضيه هذه هو انهم يخليوا اللاعبين ديال خط الوسط يستقبلوا الكره بدون اي مشاكل وباقل ضغط، كما كتلاحظوا هنايا لان هذا اللاعب ديال خط الوسط ها هو عنده كره، وبالتالي النتيجه كتكون عندنا بهذا الشكل هذا. اللاعب ديال خط الوسط اذا بغى انه يخرج معهم الكره فغادي يستقبل بدون اي مشاكل، والظهير في الاعلى، وكيف قلنا على انه ماشي بجوج بهم كيقوموا بهذه القضيه هذه، لاحظ معايا داك اللاعب ديال خط الوسط ما عمرش بلاص ديك الظهير لان الكره ماشي في الجهه ديالو، والنتيجه النهائيه راه كتكون عندنا بهذا الشكل هذا، الاجنحه الى الداخل، الاظهره في الاعلى، اللاعبين ديال خط الوسط فراه كيتحركوا على حساب اتجاه ديال الكره. الفكره ديال ديشامب في صعود الظهير ماشي فكره عاديه، بل مترابطه مع كيليان بابي ومع الاجنحه بالضبط، غادي نشوفوا كيفاش. مثلا الا خدينا هذه اللقطه هذه ضد مع منتخب ايرلندا، غنشوفوا على ان التمركز ديال مبابي والرسم التكتيكي اللي داخل به ديشامب هو انه حطوا جناح ايسر، ولكن في ارض الواقع كنلقاو على ان مبابي عنده حريه في التحرك ويتحرك فيما بغى، وهذه الحريه هذه اللي كنت تكلمت عليها في واحد الفيديو، كنت بغيت على ان تكون في المنتخب خصوصا بالنسبه للاعب اللي كيلعب هو كتسعود. فكيليان بابي مع فرنسا عنده الحريه التامه يمشي فين بغى ويتمركز في المساحه اللي كيشوف على انها مفيده بالنسبه للفرقه على حسب السيناريو ديال المباراه. فهنا شنو خص اللاعبين اخرين يتفاعلوا معه، فللحفاظ على التوازن هنا كيكون محتاج على ان شي واحد يعمر بلاصتو، وما كاينش ولا يعمر بلاصتو من غير الظهير كما كنلاحظوا ان تيو هرنانديز معمر ليه المكان ديالو، وغنفهموا الفائده ديال الامر هذا. الا خدينا هنا هذه اللقطه هذه غنلقاو بلي ان كريزمان غادي يدخل الكره تجاه تيو هرنانديز، هرنانديز اللي كيف قلنا معمر المكان ديال كيليان بابي، وهنا كيليان بابي راه داخل الصندوق وما عليه حتى شي رقابه ولا اي تركيز ديال المدافع، ويقدر على انه يسدد هذه الكره الخطيره على المرمى، في الاخر غتنتهي بهدف. الفكره ديال فرنسا في هذه الحاله هذه هو انهم كيعطيو الحريه بالنسبه لكيليان بابي باش انه ما كيبقاش لاعب مستهدف في المباراه كامله، وكيف قلنا على انه كيتمركز في المساحه اللي كيشوفها مفيده بالنسبه للفرقه ديالو، زائد ان هذه المركزيه كتخليه على انه يكون كلاعب غير متوقع بالنسبه للخصم، فبالتالي بما هو انه لاعب مفتاح بالنسبه لفرنسا فراه كتصعب القضيه على الخصم. في الشق الدفاعي غنلقاو بلي ان النسبه ديالهم في استرجاع الكره في اعلى المناطق من الملعب مرتفعه بزاف، وكذلك غنلقاو بلي انهم كيعتمدوا على الجهود البدني ديال اللاعبين واللي متفوقين فيها، وغنلقاو بلي انهم رابحين بزاف ديال الكرات البدنيه وكذلك الكرات ديال النزالات الهوائيه.
تنظيم الدفاع ديال فرنسا اللي هو 4-1-4-1، والقاب لانهم فاش كيكونوا كيدافعوا كيحاربوا جميع التمريرات القصيره الممكنه بين اللاعبين. هاد القضيه هادي كيعتمدوا عليها اللي كتخلي على ان الخصم ما يلعبش الكرات اللي هما قصار، يلتجا الكرات اللي هما طوال. ويتذكرتوا سابقا على انهم قويين في الكرات الهوائيه، وهادشي كيخدم مصلحه فرنسا. لاحظوا معايا هنا قطع جميع التمريرات اللي هي قصيره ما بين دوك اللاعبين، بالتالي بقى حل واحد عفوا ديال التمرير نحو الحارس اللي حتى هي غيتسارع عليها غريزمان باش انه يقطعها. وهنا الحارس كيلجأ للتشتيت، ولكن كيف قلنا لان عندهم وحوش في النزالات الهوائيه فبالتالي غيسترجع هاد الكره هادي. هادشي كيبان بسيط، ولكن بصراحه الدفاع ديال فرنسا مستطور بزاف، عند واحد النطش تكتيكي لا يصدق بصراحه، لهذا قلت عندهم جميع المقومات باش انهم يمشيو بعيد في هاد النسخه هادي. نشوفوا هاد اللقطه هادي وركزوا معايا مزيان فيها. هنا المنتخب الفرنسي وقف تنظيم دفاع 4-1-4-1، تلاحظوا معايا انه قطع جميع التمريرات الممكنه اللي غيتلعبوا في الارض، بالتالي كاينه تمريره وحده اللي هي غتلعب في السماء توجد هذاك الظهير اللي وقف في الجهه اليمنى بالنسبه للخصم، والخصم كان هو الشيلي في هذه الحاله هذه. اتلاحظ معايا على انه تيو هرنانديز غادي يتسارع على هذاك الظهير وغادي يمشي عنده ويخلي واحد المساحه من وراه، وهذا اللي يخلي على ان ذاك المهاجم غيقدر على انه يعمرها، واذا وصلت الكره غتشكل خطر على فرنسا. ولكن بصراحه التكيف ديالها مع هذه الحالات هذو صدمني بصراحه. لاحظ معايا شنو وقع هنا، هذا قلب الدفاع غادي يتحول لديك المنطقه بكل سلاسه بشويه، غينتقل لديك المنطقه وكاسور ديال الفرقه ديال فرنسا غادي يعوض قلب الدفاع، وبالتالي ما غادي يوقع حتى شي ضرر، والنتيجه النهائيه غتكون على بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا تيو هرنانديز فينا هو قلب الدفاع ووقف مع داك اللاعب، وهنا الكاسور اللي عوض بلاصه قلب الدفاع. هاد الاعداد التكتيكي فراه صعيب باش انك تلقاه في جميع الفرق، فبزاف ديال الفرق ما غاديش يقوموا بهذه الحركه هذه اللي قامت بها فرنسا في هذه اللقطه هذه، الا انه هنا تقدر توقع واحد المشكله انه الخط الوسط كيبقى فارغ وفارغ بزاف، ولكن فرنسا ما نخافش عليها في هذه النقطه هذه. علاش؟ اذا خدينا هذه اللقطه هذه ضد منتخب ايرلندا نفس القضيه، هنا الكاسور كان معمر بلاصه الظهير كيف كنلاحظوا هنايا، لاحظ معايا الكره مشات عند اللاعب اللي كاين في الجهه اليمنى، ديك الظهير اللي كاين في الجهه اليمنى، لاحظ معايا الفراغ اللي بقى في خط الوسط، الكره مشات عند داك اللاعب، ولكن الشراسه اللي عند اللاعبين ديال خط الوسط ديال المنتخب الفرنسي فراه كتخليهم على انهم يتماشاو مع هاد الوضعيات هادو. في الشق الدفاعي فراه ما غاديش نشوفوا المجهودات الدفاعيه ديال كيليان مبابي، ولكن راه نافع الفرقه في هاد القضيه هادي. هنا مثلا في هاد الحاله هادي غيكون كيساهم في بعض الجزئيات اللي هي مثلا ما يخليش داك اللاعب باش انه يمرر اللاعب الاخر، فبالتالي هذاك اللاعب غادي يتوجه الى الجهه الاخرى وغادي يمرر الى اللاعب الاخر. في هاد الحالة هادي لاحظوا معايا نفس الوضع اللي شفنا في في اللقطة السابقة، لاحظوا معايا الوضعية ديال كيليان مبابي، في نفس الوقت راه مانع داك اللاعب باش انه ميمررش الكرة إلى قلب الدفاع الآخر، وفي نفس الوقت في الوضعية ديالو فراه هو متمركز بديك الطريقة باش كيتسنى صحابو يسترجعوا الكرة ويعطيوها الباس، لأنه كيكون مستعد باش انه يتلقى ديك التمريرة وينطلق نحو المرمى. كذلك لقطة واحدة أخرى بحالها هادي في الضطفي في الأخرانية ضد الشيلي، شوف الوضعية ديال كيليان مبابي كيتسنى الكرة من عند الزعيم ديالهم بعد ما انهم يسترجعوها وينطلق نحو المرمى. هذا مثال حي اللي هو في هذه الحاله هذه كنشوفوا لانه خارج الدفاع ديال فرنسا، شوف الوضعيه كيف متمركز فيها، وبالتالي هذا هو التكتيك اللي كتلعب به بزاف فرنسا ديال هذه الانتقالات الهجوميه، خصوصا على ان الخصم فاش كيكون كيبني فراه كيكون في حاله اللي هي ضعيفه دفاعيا، فبالتالي مع الشراسه ديال الخط الوسط ولا مع الشراسه ديال اللاعبين ديال فرنسا فراه كيقدروا على انهم بيفتكوا الكره وكتولي الامور صعيبه للخصم. وهنا البيانات ديال مبابي كتبين على ان الجهود الدفاعيه ديالو في هذا الموسم هذا ضعيفه وضعيفه بزاف مقارنه بالارقام الهجوميه. اذا جانا عندك المثال ما كناش كملنا فيه، على القول بان مبابي كيطبق ديك نفس القضيه اللي تكلمنا عليها سابقا على انه كيقطع ديك التمرين القصيره وكيساهم في الجزئيه هذه، ولكن ما كيساهمش كليا في الشق الدفاعي. ماشي مبابي هو الواحد في الفريق هو اللي كيقوم بديك العمليه ديال التمركز والتهيئ باش انه ينطلق في الكونتر اتاك، بل كلا الاجنحه كيقوم بهذه القضيه هذه. مثلا هنا الخصم نقل اللاعب من واحد الجهه وكان كيحاول انه يبني فيها اللعب، وهنا فرنسا كتحاول ان تسترجع الكره في ديك المنطقه، فهنا الجناح اللي كاين في الجهه المعاكسه مهيئ راسه جسديا وكيتسنى الزملاء ديالو يقطعوا الكره باش ينطلق في الكونتر اتاك كما كنلاحظوا في هذه اللقطه هذه. في الانتقالات الدفاعيه فراه ديجا تكلمنا على ان فرنسا عندها القدره على التعافي من اي مشكله طاحت فيها، وكنا دوينا على ديك المشهد فاش شفنا على ان هذاك اللاعب كيعوض اللاعب الاخر والكاسور كيعوض كذلك قلب الدفاع. في هذه الحاله هذه غادي نشوفوا لانه فرنسا ملي كتضغط عليها ما كتكونش افضل الحالات ديالها، ولكن عندها قدره هائله باش انها تتعافى، وخديت لكم هذا المثال هذا. كنلاحظوا على ان تشواميني هنا ضيع الكره، وبالتالي هذه فرصه محققه بالنسبه للخصم باش انه يحقق التعادل، ولكن الوعي التكتيكي اللي عند قلوب الدفاع ديالها فراه بزاف.
فهاد الحاله هادي غادي نشوفوا لانه صليب المدافع ديال ارسنال غادي يجري في ديك المسار القطري باش انه يلتقي مع المهاجم اللي غادي في مسار اللي هو مستقيمي. لاحظوا مع المدافع اللي غادي يمر ديك المهاجم شنو غادي يعمل، ما غاديش يكمل الجريه ديالو مع هذاك اللاعب اللي هو حامل الكره، غادي يتبادل المكان مع صليبا اللي ماشي في واحد المسار اللي هو قطري كيف شرحنا، وغير من الحركات غادي تفهموها. ما عرفتش واش كتبان لكم الحركات، ولكن الحركات راه باينه ما بين جوج ديال اللاعبين تفاهموا عليه، تفاهموا على ديك المهاجم. لاحظ معايا صليبا كيف ما قلنا هو غادي يوصل عليه، ها هو الطلاقه معاه، وهنا هذاك المدافع راه مشات مركز في المكان ديال صليبا. علاش؟ لانه هنا صليبا غادي يجبر داك اللاعب باش انه يمشي بداك الصام الاحمر ويبعد على الاتجاه ديال المرمى، ولكن الا كاين شي مهاجم كويري يقدر انه يراوغ المدافع صليبا، واذا راوغو فراه غيلقى المدافع الاخر اللي مشات بدل مع الدور، فبالتالي القضيه غاده في مصلحه ديال فرنسا. هنا صليبا كيحاول انه يبعدو على الاتجاه ديال المرمى وما دار حتى شي حركه، كون كان شي مدافع هاوي يكون زلق عليه ولا كونتاكلا ولا كونطا ضربه جزاء، بقى كيتسنى حتى اللحظه اللي غادي يبغي اللاعب يفتح رجلو باش يسدد، ديك الساعه خرج له طاكل عليه، وبالتالي قدروا على انهم يسخوا صوت الكره هذه، حرموا التشيلي حتى باش انها تسدد على المرمى. بزاف ديال الناس كيصنفوا مبابي هو اللي غيكون لاعب مفتاح بالنسبه لفرنسا في هذه المسابقه، متفق، ولكن ما نساوش حتى انطوان غريزمان اللي كيرمز للابداع والتوازن بالنسبه لتشكيله فرنسا وتركيبه فرنسا في وسط الملعب. بحكم الحافز اللي عند المنتخب الفرنسي ومع عودة نغولو كانتي ومع الامكانيات اللي عند منتخب فرنسا والاستقرار اللي عندهم، ما عندهمش نقاط ضعف بزاف، فكنتوقع لانهم غادي يديروا بطوله لا تنسى، وكنتوقع لانهم غيتصدروا المجموعه وفي الادوار الاقصائيه غيمشيو فيها بعيد، ولكن الامر ما غاديش يكون بغايه السهوله لان عندنا فوق منتخبات اللي غتقدم كل ما عندها باش انها كذلك تعمل البطوله لا تنسى. وكذلك ما نساوش حتى عامل المفاجاه، كاين المنتخبات اللي غتعمل المفاجاه في هذه البطوله هذه. هادشي اللي كان في هذا الفيديو ديال اليوم، ما تنساش انك تشاركني المنتخب اللي بغيتي تشوف في الفيديو القادم، ونتلاقاو في حلقات مقبله، الى اللقاء.